معنا مشاهدينا للحديث عن الموضوع من العاصمة اللبنانية بيروت عبر الهاتف الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي ومرجع بيئي عالمي. دكتور دوميط، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. ما حجم إذن الخطر الذي ينتظر الإنسان والأرض مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة على كوكبنا بشكل لافت هذا؟ الموضوع بنقدر نصنفه من النوع الخطير جدا. الأشخاص اللي عم بيشتغلوا على مستوى عالمي على دراسات وأبحاث عالمية على فترة طويلة، نحن اعتبارا من سنة 1977 عندنا دراسات محلية وأقليمية ودولية ومتابعين الشأن البيئي العالمي بما في التلوث بكل أرجائه والاحتباس الحراري بكل أطيافه. نحن وصلنا للخطر المحتوم اللي كنا عم نحكي عنه بالتسعينات وبنهاية القرن الماضي ولحدود اليوم. الوضع التالي، عندنا خطر ازدياد سكاني خطير، عندنا استهلاك للوقود الأحفوري بشكل خطير، تغير أنماط الهواء الموجود بالجو صار في غازات دفيئة جدا زادت عن معدلاتها بالضعفين او بشكل خطير جدا، مما يعني انه اليوم نحن امام أزمة كثير خطيرة بسبب تمدد الصحاري والتصحر وغياب مساحات خضراء كثير كبيره ضخمه، ارتفاع نسبه السي او 2 بالجو بشكل كثير خطير، ارتفاع الميثان كمان بالجو بشكل كثير خطير. نحن اليوم الكوكب عم بيتقسم لقسمين، منطقه حاره جدا ومنطقه بارده. انا بدي اعطي معلومه بسيطه اليوم بالمناسبه. تفضل. اذا بنشوف فيضانات الهند اللي صارت مروحه 400 قتيل، هيدي المناطق لازم يكون الهطول الامطار قبل ما توصل للهند، تكون هالسحب خففت من الكميات اللي حملتها من الرطوبه واللي اتجهت شرقا. يعني نحن وصلنا هالكميات اللي ما نزلت بالمناطق قبل على مسافات مئات الالوف الكيلومترات راحت لفرد مطرح وعملت فيضانات. نعم. بشكل كثير خطير، بما يعني انه راح نشوف مناطق فيها جفاف بشكل شبه كامل تقريبا بسبب الكتل الهوائية الحارة اللي انتفخت وصارت أكبر من حجمها بكتير، يعني رح تقطع فيها الغيوم وما بيصير عندنا شتي نهائيا. نعم. وبتوصل لمناطق باردة بيصير عندنا فيضانات وسيول خطيرة جدا. دكتور، أمام هذا الوقت، نعم، أعذرني لضيق الوقت، إذا كنا قد استهلكنا الوقود الأحفوري في الأرض وارتفعت مستوى الغازات الدفيئة وازدياد التصحر كما ذكرت حضرتك، هل من طرق للتصدي لارتفاع درجات الحرارة وبالتالي تلافي ضررها على الإنسان والأرض بما تضم؟ أكيد، بكل تأكيد. المفروض أنا حكيت عدة مرات عن استراتيجية عالمية موحدة لحماية البيئة، الاستراتيجية الموحدة لمواجهة الاحتباس الحراري، هيدي مفروض تكون موجودة بشكل كتير كبير، وتنفيذها أكيد مكلف، بس ولكن العمل على الأرض بده وقت وبده جهد وبده دراسات وبده أبحاث. نحن النقطة الوحيدة اللي غايبة بهذا الموضوع كله عدم وجود استراتيجية عالمية موحدة بقيادة رجل، بقيادة عالم بيئي يحط ياخذوا برأيه قيادات الدول وتمشي. أنا اليوم بدي أقول إنه المنطقة العربية اليوم أن نحن إنه الإمارات وحدة اللي عملت استراتيجيات. ليه نحن ما منكون كمنطقة عربية يكون عندنا استراتيجيات المطلوبة؟ اليوم المنطقة من مصر لتركيا رح تشهد شرق المتوسط رح يشهد وصولا لإيران للدول العربية للدول الأخرى رح يشهد نوع من الجفاف الخطير جدا خلال 50 سنة القادمة. العلماء البيئة اللي عم بيدرسوا نحن كعلماء بيئة عم ندرس المناخ لل50 سنة القادمة، نحن قادمين على خطر شديد جدا للتصحر وتمدد التصحر. نعم. وانخفاض كمية المتساقطات. من هون بدنا يكون في استراتيجية لزيادة المتساقطات بالطرق العلمية الحديثة جدا، والإمكانيات موجودة، وبده يكون في خطط جديدة للتخفيف من الاستهلاك الأحفوري الوقود الأحفوري على مستوى العالم ككل، وأيضا استراتيجيات المواجهة هيدي. نعم. كثير مهمة تتبنيها الدول يلي هي ما بتضايق الأمن الاقتصادي والأمن العسكري والأمن السياسي والأمن الديني والأمن الصحي ولا الأمن الصناعي. هودي مفروض تكون موجودة، بس يا للأسف اليوم القيادات العالمية بالمنطقة العربية هن ما عندهم حد منهم العلماء اللي نعم دكتور بيحطوا لهم الاستراتيجيه المطلوبه. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه من بيروت، حدثنا عبر الهاتف الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئه العالمي ومرجع بيئي عالمي.